بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجه عايز اتكلم فيها يعني قدام مصر كلها ان هناك اخطاء كارثيه ومهازل حدثت في أثناء تتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. القاسي والداني، القريب والبعيد، الانترنت دلوقتي خلى العالم كله قرية صغيرة، ناس كلها شافت المهازل بعد مباراة الزمالك ونهضة بركان. ومع هذا ما زال بعض الجماهير للأندية المنافسة بمنتهى الوقاحة والبجاحة، يعني بجد أنا ما شفتش حد كده قبل كده. يعني الناس كلها شايفة إن شيكابالا مثلا هيوقع عليه عقوبة، وبالمناسبة عقوبة شيكابالا هتكون مغلظة. شيكابالا اللي اصطحب ابنه آدم ربنا يحفظه له ويخليه له ويفرحه بيه أثناء تسليم كاس البطولة والميداليات، ورفع الشاب الصغير أو الصبي الصغير الطفل الصغير آدم شيكابالا كأس البطولة. الاتحاد الأفريقي ما عندوش يوم مرحميني. الاتحاد الأفريقي معلش يا باشا، طب عديها المرة دي، ده ولد صغير ولسه جاي من الحضانة والكيجي. لا يا فندم ما بنعديش. لكن بعض المدلسين زي حسن حمامة، حسن حمامة ده واحد من مشجعي النادي المنافس، قال لك هيعاقبوا شيكابالا. الاتحاد الافريقي هيعاقب شيكابالا لان ما زال الاتحاد الافريقي مليان بالاهلاويه، الاهلاويه اللي جوه الكاف هم اللي هيعملوا كده في شيكابالا، وانتظروا عقوبات على الزمالك قد تطول اعضاء مجلس الاداره. يا ابني ما هو العقوبات دي، هل انتوا عملتوا كده ولا شيكابالا كان نايم في البيت واحنا هنوقع عليه عقوبات؟ يعني اعضاء مجلس الاداره، احمد سليمان هيتعاقب بالمناسبه. ليه احمد سليمان؟ اشمعنى احمد سليمان يعني؟ توتو فروتو؟ لا، هيتعاقب ليه؟ لانه راح رفع الكاس من قبل ما يطلع على المنصه اصلا. عمل حته كده ايسولو عنتر كيافاتوس اتوتا روما، انا عنتر وانا مرتضى منصور الجديد، ادي الكاس ماسكه اهوت وانا اللي جبت لكم الكاس يا زملكاويه. هيتعاقب وشيكابالا هيتعاقب، لكن هل هيتعاقبوا على حاجه ما عملوهاش؟ ده السؤال يا حسن يا حمامة يا حمار، وانا اسف للحمار بالمناسبة. يعني هل شيكابالا هيتعاقب على حاجة ما عملهاش؟ لا. هل الزمالك هيتعاقب على حاجة ما عملهاش؟ هو الزمالك ما عملش ايه اصلا وحش يوم الكونفدرالية ده؟ كل الموبقات وكل الفضايح والمهازل اللي اتعملت يوم ماتش الكونفدرالية وتتويج الزمالك بالكونفدرالية. فاكرين الكومبارس فيزو؟ فيزو قال لك بطولة الكونفدرالية دي بطولة مهمة جدا، زيها زي دوري الأبطال، ويجب أن نشارك في بطولة كأس العالم للأندية. وعلمت أن حسين لبيب قد وعد اللاعبين بمحاولة إقناع الفيفا في هذا الأمر. عزيزي المشجع الأهلاوي أينما كنت في كل مكان في أرجاء الدنيا، لو قابلك واحد زملكاوي قال لك احنا بسبب الكونفدرالية دي هنلعب كاس عالم، قول له اوعى تعارضه عشان تريح على نفسك وتضيق وما تضيعش وقتك في حاجة تافهة ما تردش اصلا. قول له مبروك عليك يا حبيبي، هتلعب كاس عالم للأندية يوم الجمعة بعد صلاة العصر ان شاء الله، هتلعب كاس عالم أندية، او يوم الثلاث بعد صلاة الجمعة بإذن الله. يا عم بقول لك يا عم احنا مصدقينك، والله احنا مصدقينك يا باشا، بالكونفدراليه تلعب كاس عالم انديه سهله وبسيطه. والكابتن حسين لبيب رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وعد لعيبه الزمالك انه هيخلص الموضوع مع صاحبه جياني انفانتينو، هيجيب له حته ايفون 15 برو ماكس هيديله هديه وهيخلص الموضوع مع طبقين كشري وصايه من ابو طارق، والدنيا هتعدي يعني. ان شاء الله الزمالك سيشارك في كاس العالم للانديه ممثلا للقاره الافريقيه في رمضان الجاي باذن الرحمن.
بطولة في عين شمس هنعملها للزمالك وهنسميها كأس العالم للأندية، عشان حسين لبيب ما يطلعش كذاب. حسين لبيب ما يطلعش كذاب. بالمناسبة الأخ حسين لبيب له تصريح بالنسبة لي هو تصريح مضحك. أنا قلتها لكم قبل كده ومش عارف أنتم مصدقيني ولا لأ. فاكرين لما قلت لكم إحنا بنتعامل مع فئة كلهم عقلية واحدة؟ والله بكسر الهاء، كلهم عقلية واحدة ونفس التفكير. لا يفرق سواء توك توك من سباك، من مدرس، من دكتور جامعة، من مهندس، من وزير، من كلهم تفكير واحد. المؤامرة يا عزيزي. الزمالك ما بيخسرش بطولة لأنه وحش إطلاقا باتة، لأ ابدا. مال يا ابني بيخسر ليه؟ بفعل فاعل يا بيه. حسين لبيب قال لك الزمالك لما بيخسر البطولات بتكون بسبب فعل فاعل بس. خلاص، الفاعل ده قد يكون حكام، الفاعل ده قد يكون اتحاد كورة، الفاعل ده قد يكون اتحاد افريقي، قد يكون سحر وشعوذة ودجل ولعب على البيضة والحجر، قد يكون الفاعل سحر أسود، قد يكون الفاعل عرضة شمطاء، قد يكون الفاعل أي حاجة إلا إن الزمالك يكون وحش. أبدا أبدا يا بيه، الزمالك عمره ما يكون وحش أبدا. الزمالك جميل، كل زملكاوي جميل، لكن الزمالك لما بيخسر بفعل فاعل. طب لما الزمالك بيكسب بدراعه، على رأي شيكابالا بعرق جبينه. أمال طبعا، يعني ما بيكسبش بالحكام؟ لا. ما بيكسبش بتواطؤ المخرجين؟ لا. ما بيكسبش بتعريض اتحاد الكرة؟ لا، بيكسب بدراعه عرقه، لكن بيخسر بفعل فاعل كما قال البحبحاني. كما قال البحبحاني، صدق بالله مرتضى منصور ده كان ملاك بالنسبة لكم. سيبك من الجعجعة والشتائم اللي كان بيعملها، بس كان ملاك على الأقل. ما كانش بيطلع يشتغل الجمهور، ما كانش يطلع يقول للجمهور احنا بنخسر بفعل فاعل والكلام اللي مليان أوانطة. إبراهيم سعيد مسك عبد الله السعيد كنوع من أنواع السخرية، قال لك نجم البطولة، برافو يا عبد الله عملت مباراة كبيرة. ده عبد الله السعيد يا جماعة بعد ما الزمالك كسب البطولة قال لك اما اروح اخد لقطه، اشمعنى شيكابالا ملك اللقطه؟ اروح انا كمان اخد لقطه. وراح متصور بالدرع بكاس البطوله الكونفدراليه وبالميداليه، اهو التاريخ هيقول ان عبد الله كسب البطوله. على الرغم ان عبد الله اصلا غير مقيد، يعني عبد الله زيه زيي، زي حضرتك، زي الاستاذ الزملكاوي اللي بيتابع هنا، مش مقيد اصلا. بأمارة ايه انت بتتصور بتشيرت البطوله ودرع وكاس البطوله وميداليه البطوله؟ قال لك عبد الله عمل شغل جامد جدا، استمر يا عبد الله. هو عبد الله رايح يبطل كرة اصلا في نادي الزمالك؟ عبد الله رايح يعتزل في نادي الزمالك؟ ما اعتقدش عبد الله هيلحق يكسب بطولات مع نادي الزمالك. الاستاذ رضوان الزياتي الصحفي الكبير، وده الصحفيين المحترمين اللي تسمع ليهم وتقرا لهم، رضوان الزياتي قال لك انتظر تحقيقا رسميا من وزارة الرياضة في احداث الفوضى التي وقعت في نهائي الكونفدرالية والتي اساءت لسمعة مصر الرياضية لدرجة اصرار الاتحاد الافريقي اصدار الاتحاد الافريقي بيان عاجل ادان فيه تلك الاحداث قبل واثناء مراسم التتويج، ومتوقع عقوبات كبيرة على الزمالك. عاوزين نعرف مين السبب وهيتعاقب ازاي. استاذ رضوان مع احترامي الكامل، تحقيق رسمي من الوزارة فين؟ إذا كان الوزير بنفسه الدكتور أشرف صبحي طيب الله ثراه طلع يشيد بنفسه بالتنظيم بعد مراسم التتويج، وقد إيه قد إيه التتويج كان جميل ومراسم التتويج كانت حلوة وبسمسم وعليها شوية سكر، هو مين اللي هيحقق يا أستاذ رضوان يا زياتي؟ ده الراجل اللي اتزنق زنقة سودة في وسط الناس وما كانش عارف يطلع، هو الراجل رئيس الاتحاد الافريقي بيقول لك الموضوع كان جميل، الموضوع كان لطيف، واشاد بالتنظيم المثالي في مباراة الزمالك
نهضة بركان في الكونفدرالية الأفريقية. بالمناسبة الزمالك نزل بيان أو رد على بيان الاتحاد الأفريقي بشأن الأحداث المؤسفة، الأحداث المخزية، الأحداث الكارثية والفضيحة، فضيحة، البحث عن فضيحة. الزمالك جاب لك مجموعة من الفضايح في مباراة الكونفدرالية. الزمالك قال إن إحنا شكلنا لجنة، خلي بالك أنا عايزك تدقق في كل رد وكل جملة هقولها دلوقتي، لأن ده رد على بعض الزملكاويه اللي حاولوا يدلسوا وحاولوا يضللوا البعض، يقول لك احنا ما عملناش حاجه، ده الاتحاد الافريقي هو المسؤول واحنا مالناش دعوه بالتنظيم. قال لك عملنا لجنه لدراسه المشكله، خاصه ان الموضوع متشابك. ها، موضوع متشابك يا جماعه، فنعمل لجنه، واللجنه ينبثق منها لجنه، واللجنه ينبثق منها لجان، واللجان تنبثق منها لجان، وباذن الله هنطلع السبب بعد 500 سنه ان شاء الله، نقدر نطلع بسبب هذا الاشتباك. رد الزمالك قال ان الكاف برضو كان مسؤول معانا، لانه كان موجود في الاستقبال والمراسم. هو الكاف الضيف بتاعك. وانا النهارده يا جماعه لما اروح اعزم استاذ ميدو بيتفرج عليا والاستاذ سيد بيتفرج عليا، اقول لكم انا عازمكم في بيتي على كوباية شاي وغدا ان شاء الله نتغدى مع بعض عادي جدا. ينفع اجي النهارده اقول لك انتوا ما جيتوش ليه تروقوا البيت معايا قبل الغدا؟ ما انتوا حضرتوا المراسم بتاعه الغدا، ليه ما جيتوش تروقوا معايا البيت، واخد بالك، وتظبطوا معايا البيت قبل الغدا؟ هل ده يليق؟ هل انت ليك علاقه بتظبيط البيت؟ الملف كله والليله كلها كانت ليله الزمالك واتحاد الكره المصري. الزمالك قال ان احنا مش هنرد باستعجال، هناخد وقتنا، ناخد وقتنا بيه براحتنا، بقى سنه سنتين نرد براحتنا وسندرس المساله بالكامل. يعني ما تستنوناش، احنا مش جايين. لا يقعد بقى يسالنا بكره فين الرد، درسته وما درستوش، قال لك هناخد وقتنا بالكامل بقى، ندرس براحتنا وبعدين نرد براحتنا. سنرى اين الخطا ونصوبه. الله، جميل، دعني اصفق لك يا نادي الزمالك. هتشوف الغلط فين وتصوبه؟ هتصوبه السنه الجايه ان شاء الله، ولا بعد 500 سنه هتصوبه. قال لك احنا اخذنا المساله بجديه، احنا واخدينها على صدرنا واخدينها بجديه جدا وما بنهزرش، احنا ما بنهزرش في الموضوع. قال لك سنراجع الملف بالكامل ومن خرج عن النص سيحاسب. تفتكروا يا جماعه كابتن حسين لبيب ده سؤال خبيث لكنه سؤال مهم، والاجابه انتوا اللي هتقولوها، وانا بصدقكم وبثق فيكم. هل تتوقع ان حسين لبيب ومجلس اداره نادي الزمالك الموقر حد فيهم يقدر يوقع عقوبه على شيكابالا عشان نزل ابنه ويستلم الكاس؟ عارفين لو حسين لبيب عملها بس فعليا، ما يطلعش قدام الناس بس هنوقع عقوبه، وجوه هيكون بيبوس شيكابالا وبيديله مكافاه، عشان ابقى واضح. لو عملها انا هطلع احلق شعر زيرو، لكن حسين لبيب لن يجرؤ، لن يجرؤ حسين لبيب ومن مع حسين لبيب في مجلس الاداره انه يعاقب شيكابالا. نادي الزمالك لن يجرؤ انه يعاقب احمد سليمان انه راح خد الكاس ورفعه قبل ما يتم تسليمه في مراسم تتويج البطوله. ونادي الزمالك مش هياخد اي خطوات. الزمالك عامل البيان ده عشان يهدي الكاف، لكن الكاف مش هيهدى. الكاف مش بتوع التعريض اللي في اتحاد الكوره، لا، الكاف محترمين. الكاف هيعمل عليك عقوبات وبعد كده بقى انت تدرس براحتك، ما تدرسش، يكش عنك ما تدرس حاجه خالص. قال لك نعد الجمهور انها ستكون المشكله الاخيره خلال تتويجات الزمالك، ومين قال لك انك هتتوج تاني او هتمسك بطوله تاني؟ دايما جمهور الزمالك امام عاشور بيتفرج على ماتشات الزمالك. واحد زملكاوي نزل صوره لامام عاشور وقال ان هو بيتفرج على ماتش الزمالك ونهضه بركان. انا عايز اوريكم الصوره اللي منزلها لامام عاشور وهو في الطياره مع النادي الاهلي. ده امام عاشور وده الماتش ما بين النادي الاهلي وفريق اخر لابس ازرق، يعني الاهلي وفريق لابس ازرق، والحكم محمد عادل. يعني لا في زمالك ولا في نهضه بركان ولا في فرقه لابسه ابيض ولا في فرقه لابسه اخضر ولا في فرقه لابسه برتقاني. وقال لك امام عاشور اداره الاهلي كابتن خالد بيبو دخل عليه الاوضه
قال يعني امام عاشور ساب الدنيا كلها وراح يقعد في الاوضه بتاعته في النادي الاهلي وهو بيتفرج على ماتش الزمالك ونهضه بركان، وبناء عليه كابتن خالد بيبو وقع عليه غرامه ماليه لانه كان فرحان ومزقطط ببطوله الكونفدراليه الافريقيه، وهدد اللاعب بالرحيل من النادي الاهلي. يا بجد ده ايه التاليف ده؟ اقسم بالله انا ما اعرفش انتوا عايشين ازاي مع كميه التدليس اللي انتوا بتتنفسوه. انتوا لو في جايزه اوسكار لاحسن مدلس واحسن كداب في الدنيا هديها للشخص اللي الف القصه والروايه بتاعت امام عاشور.